تاني انت استاذ سليمان وتاني شبكه يقين. طب المره دي، المره اللي فاتت ودونا النيابه الاداريه، المره دي هيودونا فين؟ محكمه العدل الدوليه. اتحولنا شؤون قانونيه عشان ثلاث حاجات. قلنا له انت قاعد ليه لسنه رابعه؟ طب هو قاعد ليه صحيح؟ مين اللي قضى؟ اللي هو ابو بكر الجندي قاعد ليه؟ قاعد سنه رابعه ليه؟ ومقعد 150 لواء عميد ومستشار ليه؟ هو الجهاز ناقص لواءات ما يمشوا، بياخد معاه زي الفل من القوات المسلحه وبياخد فلوس وكده وحاجات، ليه ارض وليه حاجات، حاجه خاصه بيه، ما كفايه عليه كده قوي. ما رضى، هتحولني شؤون قناه تاني ونيابه اداريه تاني؟ مش عارف بصراحه والله. هم عقدتهم انه مش عايزين يبصوا في المرايه، لو بصوا في المرايه وعرفوا الحقيقه هيمشوا. اما كان شيئا لم يكن، مفيش وزاره، مفيش رئيس وزراء، مفيش حد بياخد قرار. لجأنا لمجلس الثوره اللي قدام حضرتك ده، مجلس الشعب، اتفقنا كحزب بناء وتنميه وحريه وعداله وحزب النور لتقديم طلب احاطه في مجلس الشعب. وفعلا بالاتفاق تم مع الاستاذ فهمي عبده تقديم المستندات الداله على فساد هؤلاء، وتم تقديم طلب احاطه لسؤال رئيس مجلس الوزراء. استاذ فهمي عبده حريه وعداله، الاستاذ علي درويش حزب النور نائب الشعب، الاستاذ عامر عبد الرحيم النائب، عامر عبد الرحيم عضو مجلس تنميه وبناء حزب تنميه وبناء. وطبعا ده كان بتشجيع من الدكتور صفوت عبد الغني اللي اصر ان احنا ما نتكلمش وما نعملش مشاكل وما نتعرضش لاي استفزاز من اي حد وما ننسرش. كل قرار هياخدوه ضدنا هنقابله بهدوء اعصاب ومن غير ما نتنرفز ونعمل اي حاجه. وفعلا بفضل الله تعالى تم تقديم طلب الاحاطه في المجلس يوم الاحد الماضي، وتم استكماله النهارده. وفي طريقهم لمساءله رئيس الوزراء، الفلوس دي بتروح فين وبتيجي منين ومين اللي قعده ومين اللي قال له اقعد ومين اللي مداله سنه رابعه؟ ومصرين هو قاعد ليه؟ احنا مصرين هو قاعد ليه؟ هو بيقول دي اساءه، هي اساءه اساءه. انا بقول له انت قاعد ليه؟ دي رابع سنه، القانون بيديك ثلاث سنين بس. دي حاجه. الحاجه الثانيه، مين اللي بيمد المستشارين دول؟ وفلوس المستشارين بتجيبها منين؟ انا مصر. فلوس السواقين، انت عندك سته سواقين واثنين حراس ليه؟ يا استاذي العزيز نفوذه وصل انه يغلق قناة الحافظ. قال هغلق قناة الحافظ اذا انتوا طلعتوا عليها، وبالامر اتمنعنا من الظهور على قناة الحافظ، وبالامر وزارة الصحة اللي خلفك دي رفضت علاجي بالامر. بالامر مش عارف مين اللي مشغلها، اللي هو ابو بكر الجندي ولا وزير الصحة؟ رئيس الجهاز المركزي للعمل الصحي. بالامر اتمنع علاجي في وزارة الصحة، بالامر رغم ان انا بدفع تأمين وبدفع وبدفع وبدفع، مش عارفين وزير الصحة ده هو اللي ممشي الوزارة ولا رئيس الجهاز المركزي للعمل الصحي؟ مش عارفين. هو كان بينادي الاول بالنيابه، ودوا الورق النيابه، ودوا الورق. لما لجانا لمجلس الشعب والنيابه والتلفزيون بنتحول لشؤون قانونيه، لان الموضوع خرج عن حده، خرج عن سلطاته وعن نفوذه. نفوذه جوه الجهاز ومع العسكريين اللي زيه. احد المقربين ليه قال بالحرف الواحد اللي منعكم من قناه الحافظ ومن الظهور عليها اللي هو احمد انيس وزير الاعلام، لانه صديق شخص ليه. احنا متشكرين حضرتك اللي منعت او غيرك، احنا مش هيهمنا، صوتنا مش هتقدر تقفله، احنا هنحارب حتى ودونا محكمه العدل الدوليه. احنا منتظر تحويل اوراقنا للمفتي. مش هنسكت، مش هنسكت على نفسكم. سرقتوا الملايين مش هتسرقوا تاني. سرقه لا، واللي عايز يكدبنا مجلس الشعب اهو قدامكم. يقول لنا الفلوس دي بتروح فين وتيجي منين؟ المنحه الكويتيه من فين هي؟ التعديل العراقي، الياباني، الكوري فين هو؟ العشوائيات، سوق العمل فين هو؟ فلوس مركز تكنولوجيا المعلومات فين هي؟ يقول لنا بند السياحه، يقول لنا فين الفلوس دي بتروح فين؟ احنا جهاز من اغنى جهاز في مصر. فلوسنا احنا ندخل للبلد فلوس، مش عايزين منهم زياده، مش عايزين زياده في المرتبات، مش عايزين حد ادنى، احنا عندنا اللي مكفينا. بس مشونا يا جماعه اللي هم واكلينها ولع. واخر حاجه هقولها لك، خدوا مكافاه من مجلس الشورى عشان دخلوا بعض البيانات. حتى اللي معاش، اللي خرج معاش بقاله سنه، واخد 3000 جنيه عشان لواء. مش عارفين جابها ازاي. ومعانا التصديق، واللي كدبنا المايه كدب الايه؟ العوام. احنا المجلس اهو والمستندات معانا، وهنوريك عينه منها علشان ما بقاش ايه في كلام. وبامده سيد الوزير او القائم او اللي بربه وزير اللي هو ابو بكر الجندي، ونتحدى تزوير مستند مش هتعرفوا تزوروه. احنا بنشكرك وبنشكر استاذ يحيى وبنشكر شبكة يقين اللي هي بتسمع صوتنا، وصوتنا مش هيتسكت. وطبعا انت استاذ سليمان، استاذ سليمان احتمال كده يخطفوك، انت حر يا استاذ سليمان، احنا مالناش دعوه.
احنا ساعه الجهاز ساعه الجد هنسيبك ونجري. انا بكمل الجهاز برضو كلام برضو عن الجهاز المركزي التابع للعمل الاحسن. السيد الوزير المحترم الاستاذ ابو بكر الجندي، الاول مين هو الاول ابو بكر الجندي؟ هو امين عام الحزب الوطني عن منطقه شرق كلها مدينه نصر، وهو المسؤول الاول عن تزوير الانتخابات في منطقه شرق كلها 2010. يعني عشان نعرف بيه، طبعا هو حزب وطني وخد فلوس الموظفين وحطها قال لك تحت بند ان هي لبنان، فاحنا عايزين الورقه اللي تثبت ان الفلوس بتاعتنا راحت حرب لبنان. ثانيا جاب لنا الوزير سامح فهمي وزير البترول اللي صدر البوتاجاز لاسرائيل ودخله الجهاز علشان خاطر ان يعني الموظفين تنزل تديله صوته. طبعا ما فيش كل الناس دي الموظفين اللي معانا في الجهاز كلهم، طبعا ما حدش ينكر الكلام ده كله، الناس كلها موجوده اهي. خد موظفين من الجهاز عشان تساعده في تزوير الانتخابات اللي في الانتخابات، موظفين من جوه الجهاز قبل الثوره. بعد الثوره بقى عمل ايه؟ في تاريخ 7/8/2011 هقطعك بس قطعني. قبل الثوره جاب سامح فهمي، بعد الثوره راح اتصور في التحرير وجاب نظيف، لا اتصور في التحرير في تحقيق في التحرير وكانوا معلقين يوفت وقمر الناس من البلطجيه جم شالوها وبعت لنا بلطجيه جوه الجهاز نفسه. انا سمعت من محمد حسن زميلنا ان هو عبد الله كوزايم ده اللي هو معاه في مكتب عبد الصمد. ايوه عبد الله، عبد الله الثوار قال يعني هو نازل بيشجع الثوار. بيشجع الثوار. فيما يخص مساله الورق، انا عشان يخلص مني بتاريخ 7/8/2011 تم نقلي الى محافظه القاهره، وبدون تدخل مني وبتدخل العداله السماويه ما اعرفش القرار اتلغى ازاي، رغم انه طلع بالقرار رقم 26 من وزير الماليه السابق اللي هو سمير رضوان، واتلغى بقدره قادر الحمد لله بدون تدخل مني. واللي انا دلوقتي بقدم دلوقتي استغاثه عن طريق شبكه يقين، لانه دلوقتي هو طلب الملف وخد الملف، وبعد كده برضه عمل نفس الموضوع، فطالما خد الملف هو بيدبر حاجه تانية. يعني هنقلكم ان شاء الله، الله اعلم ايه اللي هيحصل، الله اعلم، لكن ده القرار اهو قدامك اهوت من وزاره الماليه. في عندكم ملفات بقى فيها فساد قوي. انا عايزك تثبت لي ان احنا في حاجات مستندات فساد معانا. لا كتير. صحيح. المقاسات كلها، كل الحاجات كلها. الاساءه لشبكه يقين سجلها لو طلعها. موجوده كلها. طلع شبكه يقين. حاضر. اللي هو تحويل الشؤون القانونيه بسبب تحويلنا لشبكه يقين. لا بالنسبه للكلام اللي كنت قلته قبل كده ان هو حول الناس للشؤون القانونيه. واستغلال نفوذه، والناس طلبت تحويل الموضوع للنيابه الاداريه. ادي امر اداري بنقل الزميل عمر رشاد موظف على درجه مدير عام، يعني على وش درجه مدير عام، نقله انه يمسك صراف. قرار هو قرار رقم 5. طلع اللي بعديها. كويس. كنت صاحي بس مش عايز ترد ولا كنت نايم و تصورت قرار النقل بتاعي؟ ماشي يا معلم. اللي بعديه. القرار الثاني تحويلهم للشؤون القانونيه. الزميل عمر رشاد. الزميل برضه عمر رشاد، يعني بعد النقل لصراف. محمد عبد العاطي في تكليف ثاني زيه بالظبط. ده محمد عبد العاطي الاثنين تكليفين في موضوع واحد، ازاي ما اعرفش. يعني خد بالك بقى ان القرار دوت ده في يوم والثاني في يوم، نفس الموضوع واحد. ازاي طلع له قرارين محمد عبد العاطي انا ما اعرفش، اهو نفس ادي قرار الثاني. بيقول لي ما تخش الحمام الا باذن. ده قرارين في وقت واحد. هما غلطوا في الاولاني في حاجه فحبوا قعدوا مع بعض وشاوروا بعض فعدوها، فقاموا عاملين القرار الثاني. اديله عمر الثاني. استاذ عمر الثاني ما هو معايا. لا عمر تكليف مش انت. كان عمر بس. هو خد عمر؟ طيب. لا طيب. الشؤون القانونيه تحويل للشؤون القانونيه. اللي هو برضه بسبب موضوع ان احنا سجلنا مع حضرتك قبل كده. ده بقى اعتبره تحويله للشؤون القانونيه، ده الاستاذ عمر. باتهام اساءه لموظف الجهاز والمسؤولين. مسؤول الجهاز. في حين ان انا اسردت الحقائق الموجوده بالظبط. انت لازم تحافظ على هيبتهم. هي هيبه دي مش هتخلص ولا ايه؟ ده بقى بالنسبه لموضوع ان احنا عندنا قرار مثلا، احنا في الميزانيه مثلا هو بيصرف حوالي 50,000 جنيه بند استقبال والحفلات. احنا عندنا البند ده بيفتح لغايه ممكن لغايه نص مليون جنيه. منين بقى؟ فكره اصلح بس المعلومه عند حضرتك، البند 35,000 جنيه مش ازمه. 50 بند الاستقبالات والحفلات ب 50,000، ده غير بند تاني انت بتتكلم عليه ب 35,000 جنيه. ده المشكله ان البنك يعني ده بند
البند التاني بقى بيعمل ايه بقى سعادته؟ احنا عندنا طبعا ابحاث وكلام وحاجات من دي، الابحاث دي بيحصل فيها ايه؟ ما حدش يعرف عنها حاجه، ولا وزاره الماليه تعرف عنها حاجه. موضوع كريستال ده ايه قصته؟ لا كريستال عصفور جايبه عشان يوزعه للحبايب. هذا امبت اللي هو بكر عندك اهي؟ اقلب الورقه ووريه لمجدي. حاضر حاضر. معاك الورقه اللي فيها العربيات؟ لا انا ما بحبش الشبشات. مبلغ كام؟ 20000 جنيه. اقلب الورقه دي هنوريه حاجه. عندكم قد ايه راتب؟ عندكم لحد الادنى كام ولا لا؟ الحد الادنى؟ لا ده هنكلمك عليه بقى. الحد الادنى ده بقى بس وريني الورقه الثانيه. طب حاضر. الحد الادنى بقى هنتكلم عليه ونشوف بقى الدنيا دي ماشيه ازاي مع الموظفين يا عيني الغلابه. ومع دي الورقه الثانيه، الورقه اللي كتب عليها اللي هو احمد حجاج فوق اهي، توافق صغيره بيلزقها فوق، كاتب بص يا فندم معالج اللوجو وعباره عن اعداد سوفت وير لطباعه الرسومات والاشكال مع كريستال. احترامي حجاج. ايه رايك؟ دي امضته الامضه، دي امضه اللي هو ابو بكر الجندي. وافق دي هبعت له الثالثه بالمره عشان ما يبقاش فيها تكذيب، اللي احنا هنطلع واحده بس من سند واحد بس. دي الشركة نفسها بتاع كريستال عصفور. الفاتورة باللوجو وكل حاجة عشان ما يقولش احنا ما اشتريناش، وباسم الجهاز كلها توقعات يجي طلعوا منها مزورة. ماشي. باسم كريستال عصفور مبلغ كام بقى؟ 20000 جنيه. نيجي بقى للسيد ابو بكر الجندي بقى. سيادته عنده 6 عربيات احدث موديلات. مش هنتكلم على الورقه الثانيه، ما تكلموش على حاجه. امسك دي، ما تكلموش على حاجه. مش احنا هو حاجتين بس، ده اثبات لرأي عام. ده تكييف مركزي، يا ريت حضرتك تقرب الكاميرا شوف التكييف المركزي معمول بكام غير الزياده. بكام ده المرحله الاولى؟ كام؟ $5,040,240 جنيه. ماشي. مرحلة أولى ومرحلة تانية. مفيش حد بيصلح بيدفع فلوس الأول قبل ما يصلح. لا وأنت أنت اتكلم بقى في المايك. مفيش حد بيصلح التكييف المركزي بيقبض فلوس الأول قبل ما ياخد قبل ما يصلح. المرحلة الأولى لغايه دلوقتي ما خلصتش ولا المرحله الثانيه. طب تعالى نشوف الراجل خد فلوس الاول قبل ما يخلص ولا لا. لو قلبنا اول صفحه كده الراجل حطينا الشروط ما تحطش لبقال. لو انت رحت جبت بقال من عند بقال علبه سلمون هتدفع، هتاخد علبه سلمون الاول تجربها الاول تشوف فتره الضمان. بص شروط الدفع 25%، 75% يعني يكمل البند من 25 يوصله 75%، ثم يوصله اول بند قبل ما قبل الراجل اول ما يتفق معانا الشركه دفعت 25%، خدت 25% من الشركة. أول ما وردت البنود خدت 50% كمان، وصل لحد قيمة الحاجة اللي خدتها 75%. أول ما حطت الحاجة مكانها بس ما شغلتش خدت 20%، وصل لحد 95%. أصبح المقاول ليه عند الجهاز 5% ولسه ما شغلش مرحلة أولى ولا مرحلة تانية. يعني خد فلوسه كلها ببيته وقاعد رواق لصالح مين ده؟ طبعا السؤال ده يتجاوب عليه أصحاب الأهواء الشخصية. احنا ما بنسألش هل دي شروط تتحط لشراء علبة سلمون مش تكييف مركزي؟ هنا في بند حضرتك أثرت عليه فوق الأول، هم مصرين يعملوا البند ده، البند ده بمليون جنيه غير الزيادة. ليه؟ الوحدات اللي عندنا أمريكاني، هم عايزين يجيبوا وحدات صيني. احنا أقصى حاجة للتكييف ما كانش يوصل المبلغ ده. لو احنا نفذنا إن احنا نركب تكييف منفصل لكل غرفة ما كناش وصلنا الربع المبلغ ده. 2 مليون جنيه مش 6 مليون جنيه. هو عايز 1.5 مليون تاني عشان يكمل الاعمال. منين يا عم؟ مصر مش لاقيه تاكل، الموظفين مش لاقيه تاكل، بس هو لاقي فلوس يجيب بيها كريستال ويجيب بيها تكييف ويجيب بيها عربيات لسيادته وسواقين لسيادته وحرس لسيادته. ادي العرض اهو، وعمرنا ما شفنا واحد بيشتري بدله متقطعه الكم لوحده وجاكيته لوحديها والزرار لوحديها. ايه اللي بالورقه لوحديها مجدي؟ اعملها اعملها بالمقطوعيه. سيب دول. بص لا الورقه اللي قبل دي، هي دي. ايوه انا اوريك بس ان الناس دي بتتكلم بسطرمه. انا مش هطلع ورقه تاني حفاظا على سريه التحقيق. لو راجل بيعمل تكييف مركزي ب 6 مليون جنيه بيعمل بالمقطوعيه، يقول لنا الجريلات دي ام 150000 جنيه دي اهي قدام حضرتك اهي من فين، والبند ب 220000 ده فين،
والكابلات الكهرباء ما اتوردتش ب 75000 جنيه فين؟ والاسعار دي جابها منين؟ ادي الجريلات على تقرير الترمبات ب 220000 جنيه. من اول طلبات التكييف اعاده تاهيل الترمبات ورفع كفاءه جميع مكوناتها ومواتير كهربائيه الترمبات وعمليه التوصيل واتزان وتغيير ما يلزم لتعمل بكفاءه عاليه ب 220000 جنيه. ليه يا عم؟ قيمتها الحقيقيه كام؟ مش هتجيب 100000 جنيه. الحاجه الثانيه البند ده ما اتنفسش خالص اللي هو الجريلات استبدال ومراجعه المواتير، لا اهو مراجعه ب 150000 جنيه، مخارج ومخازن اهو، تغيير تلف وريش التوجيه ما اتعملش، اتدهنت بس الجريلات اتدهنت بس بكام؟ الريشه بتدهن ب 15 جنيه الجريلا. بعد ما الموضوع اثار في النيابه اما الريحه طلعت والريحه فاحت فابتدى يكتب فابتدى يعملوا الحاجات دي. طبعا يا جماعه اقعدوا يا جماعه ما تعملوش 150000 جنيه وما شفناش حاجه منها. لو وريتك بند كمان اقلب يا مجدي اخر صفحه، احنا بس بنوريه، احنا مش هنقول له حاجه تاني، عندنا حاجات افرس من دي واحسن من دي. كابلات حمايه مناسبه للاحمال والضغوط، اتحدى لو كان ركب سلك 2 في 4، لو كان ركب سلك 2 في 4 اتحداه، ما ركبش ولا سلكه. مشغلين على الكهرباء بتاعت الجهاز، والمحول اللي احنا صرفنا عليه فلوس مشغل الكباسات بس، الوحدات المناوله مفيش اي حاجه ليها. وتيجي تكلمهم يقول لك لا. ومعانا مش هنطلعه دلوقتي جواب من اللي هو اسامه نفسه اللي هو رئيس الاداره المركزيه ورئيس اللجنه، بيقول ان احنا هنعمل تعويض ونعوض بند ما كان بند، وده غير مخالف للقانون، ده مخالف للقانون. بس هو في مجلس الشعب الورق دلوقتي، واحنا هنرفض نطلع اي ورق تاني او اي مساندات تانيه. اخر حاجه يا استاذ سليمان هقولها لك، احنا لو حبينا نوريك الورق وريني الورق بس كده يا مجدي، يكون عندي تكييف مركزي معنى كده انا ما اجيبش تكييفات عاديه، انما احنا بنجيب التكييف المركزي ولسه بنشتري تكييفات عاديه. واتحداهم لو بطلوا التكييفات الصغيره ما يقدروش، التكييف المركزي مش شغال. المركزي اصلا نتحداهم ضعيف جدا، احنا ما عملناش تكييف غير مركزي جديد على فكره، احنا كل اللي عملناه تحديث للقوة المحركه الباور بس. لا دي الحاجه موجود وكان كله. الحاجه الثانيه، الحاجه الثانيه المهمه يا استاذ سليمان، الحاجة الثانية يا أستاذ سليمان ماشي، هي إيه؟ أن إدارة التكييف كلها قدمت نقل من إدارة، ما بقاش عندنا إدارة تكييف ولا عندنا أي إدارة تمثل التكييف. علي فؤاد مشي، محمد عبد العاطي مشي، محمد إبراهيم عثمان مشي، كل الناس المتخصصة تكييف مركزي أو تكييف سبلت أو شباك سابت الإدارة واتبعوا للشركات.